أحسن الله إليك يا شيخ، هل من السنة الإنسان إذا أهدى في الحج أن يضحي؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا أضحية للحاج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضحي وأهدى 100 بعيد عن 700 رأس من الغنم. لكن إذا كان الإنسان له عائلة ولم يحج معه وأوصاهم أن يضحوا عنه وعنهم فهذا طيب. نعم بعده. قلت لك إذا كان له عائلة فمن السنة أن يجعل لهم أضحية عنه وعنه إذا لم يحجوا معه، وأما الحجاج فلا يضحون وإنما يهدون هديا. أنا الإشكال علي شخصي أنا حجيت وأمرت أهلي أعطيتهم فلوس أن يفعل. هذا صحيح، هذا سنة وطيب حسن، وهذا هو الذي رددت عليكم مرتين. نعم.